رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيس مجلس النواب خالص الشكر وعظيم العرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تشريف جلالته ورعاية المباراة النهائية لكأس جلالته لكرة القدم مساء اليوم. أشارت معاليها أن الرعاية الملكية الرفيعة تؤكد حرص جلالته الدائم واهتمامه المستمر وتوجيهاته السامية على دعم الرياضة والرياضيين في مملكة البحرين، مؤكدة معاليها الدعم النيابي المتواصل للشباب البحريني والأندية والمراكز والاتحادات الرياضية والشبابية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات البحرينية في المسابقات المحلية والمحافل الدولية الرياضية والتي تسهم في رفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا خفاقا. هنأت معالي رئيس مجلس النواب أسرة نادي الرفاع الرياضي بمناسبة الفوز بلقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، معربة معاليها عن خالص تهانيها إلى رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي وكافة منتسبي، ومشيدة بالجهود الكبيرة التي أسفرت عن تحقيق هذا اللقب الغالي والفوز بمسابقة أغلى الكؤوس والدور المتميز الذي بذله الجهاز الفني والإداري للنادي، مشيدة معاليها بجهود الاتحاد البحريني لكرة القدم في تنظيم المباراة النهائية لكأس جلالة الملك المفدى وبإخراجها بالصورة المتميزة التي تليق بهذا الحدث الرياضي الكبير. هذا وقد بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ببرقية تهنئة إلى سعادة الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي، ضمنها خالص التهنئة وأحر التبريكات بمناسبة فوز النادي بكأس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لكرة القدم، موجها التهنئة كذلك إلى أعضاء مجلس إدارة النادي وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني وكافة منتسبي وجماهير النادي، متمنيا لجميع منتسبي نادي الرفاع دوام التوفيق والتقدم.